أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن قطاع التعدين المصري بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية علاوة على الفوسفات والكبريت خلال الربع الحالي من عام 2023. وخلال كلمته بافتتاح النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023، أكد الملا أن الدولة بدأت رحلة الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي، مشيرا إلى وضع نموذج يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق المتبع عالميا، بما يعزز من عملية جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة. للمزيد تنضم إلينا جرمين إبراهيم مراسل التلفزيون المصري بعد التحية. جرمين، مشاركة واسعة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية ومحلية العاملة في مجال التعدين تعكس حجم وأهمية المنتدى. جرمين، نعم بالفعل، تحت شعار نحو الاستفادة من 120 عاما من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون، انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية، والذي يستمر على مدار يومين بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين إلى جانب أكثر من 40 متحدثا من الوزراء ورؤساء الشركات المحلية والعالمية. إذا تحدثنا عن جدول أعمال هذا المنتدى، فكانت البداية اليوم مع كلمة وزير البترول والثروة المعدنية، والذي تحدث فيها عن رؤية الوزارة لإطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين وأيضا تعظيم مساهمته في الناتج المحلي. جاء في أعقاب ذلك عقد مائدة مستديرة مغلقة، وتم الحديث فيها عن كيف يمكن تعزيز الشراكات المحلية والعالمية بين مختلف الدول والقطاعات. أيضا جاء بعد ذلك مؤتمر هام، وهو مؤتمر على المستوى الوزاري رفيع المستوى، والذي تم تناول فيه ومناقشة فرص وتحديات قطاع التعدين لدفع النمو الاقتصادي والتنمية. بشكل عام يتم عقد عدد من الجلسات النقاشية على مدار اليوم وغدا، وتتناول هذه الجلسات التركيز على استراتيجيات قطاع التعدين المصري لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والعالمية. أيضا على هامش هذا المنتدى تم تنظيم معرض كان بمشاركة 50 عارضا يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمدادات التعدين، بما يتيح فرصة للحاضرين للتعرف على الخدمات والحلول وأيضا القطاعات المختلفة التي تقدمها هذه الشركات المتخصصة في مجال خدمات إمدادات صناعة التعدين. بيأتي أهمية هذا المنتدى في ضوء التكليفات الرئاسية والمتابعة المستمرة لمشروعات قطاع التعدين، من أجل أن يكون المنتدى فرصة هامة لعرض استراتيجية تطوير قطاع التعدين وتعزيز الشراكات الاستثمارية على المستوى المحلي والعالمي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، شكرا للزميلة جرمين إبراهيم مراسل التلفزيون المصري.